الجلسة بتاعنا أدعو السيد رئيس المجلس السابق السيد مصطفى جعفر لإلقاء الكلمة. شكرا. مرحبا بكم تحت هذه القبة التي ترشح بالمعاني والرموز ارتباطا بالمحطات السياسية التاريخية حلوة ومرة التي عاشتها البلاد منذ عقود. أرفع لكم أولا تهانية على ما نلتموه من ثقة الشعب التونسي، وهي ثقة غالية تحملكم مسؤولية إدارة المرحلة القادمة التي نريد فيها جميعا تحقيق التقدم والنجاح لتونسنا العزيزة. عملنا في داخل هذا المجلس، المشاريع موجودة، مشاريع قوانين متعلقة بالقوانين الضرورية لوضع المؤسسات الدائمة للدولة من ناحية، وعن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي قدمناه للشعب اللي هو ذاك هو كان على أساسه اللي وقع انتخابنا. شكل الكتل إلا بعد النظام الداخلي، وبالتالي الحديث على تشاور الكتل هذا حديث قانونيا غير مقبول. التشاور بين النواب ممكن، بين الأحزاب المشكلة للمنتمي لها النواب ممكن، ولكن ما زال ما ثماش حديث على كتل. وبالتالي وطالب السيد الرئيس بأن يفتح باب تكوين هذه اللجنة القارة لإحصاء الأصوات. ولكن يبقى ديما التجاذب قائمة، المعارضة تبقى قائمة، ولكن يحبوها التجاذبات المسؤولة والمعارضة المسؤولة فقط. إلى حد الآن الأمور تسير بشكل جيد. حركتنا هذه الكتلة الثانية في البرلمان، ولكن نسعى لأن نكون الكتلة الأولى من حيث النشاط والحيوية والروح البناءة والإيجابية، ونقدر أن الجو العام داخل المجلس سيكون أفضل من الجو العام داخل المجلس الوطني التأسيسي، رغم أن هناك إيجابيات يجب أن نبني عليها ونحاول استثمارها، وهناك سلبيات نسعى لتجاوزها. أهم التحديات هي ذات طبيعة اقتصادية اجتماعية وأمنية، بالإضافة إلى استكمال بناء مسار بناء المؤسسات والسعي إلى تفعيل القوانين التي تكيل الدستور إلى أمر واقع في حياة الناس. دورنا في البرلمان القادم هو الدفاع على مشروع الجبهة الشعبية في أبعاده الثلاثة: الوطني، نحب استقلال وعزة تونس، في الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة الجهوية حتى كان نقصها على الأقل، والثالث هو الحرية والديمقراطية. المكسب هذا نحب نثبته ببناء مؤسسات الجمهورية الديمقراطية الحقيقية. نحن باش نكونوا كالعادة صوت مرتفع وعالي، ولكن يحط مصلحة البلاد ومصلحة خاصة شعب تونس. أغلبية هذه مش ممكن أن تمكننا باش نحققوا كل البرنامج اللي حطيناه، سواء على مستوى اقتصادي، على مستوى اجتماعي، على مستوى ثقافي، على مستوى أمني. نتصور أنه باش نداء تونس ينجم ينفذ برنامجه وينفذ التزاماته تجاه تونس، لابد أن يكون معناها في إطار توافق واسع مع بقية مكونات السياسية الحياة السياسية. باش نلاحظ على حاجتين بس توا. باهي، ثم ما تمتش دعوة رئيس الجمهورية من حيث الشكل، ما تمتش دعوة سيد رئيس الجمهورية، وهذايا مش خاطر سيد رئيس الجمهورية هو سيد بوسخ منزور، عندي فوندامون بشكون رئيس الجمهورية، شكون شخص رئيس الجمهورية، عندي صفة رئيس الجمهورية، عندي مؤسسة رئيس الجمهورية. المفروض اليوم يقع دعوته، احنا تمت دعوة سيد فؤاد البزر رئيس الجمهورية، ونعرف سيد فؤاد البزر تاريخ وطموح به، لكن ثم رئيس الجمهورية لازم يقعد دعوته. باهي، هنا عدم دعوة سيد رئيس الجمهورية لأنه عندهم خصومة معاه، وما في خصومة، دونك الناس هذوما ما يعترفوش، هذه ساغفلات ثقافة عدم الاعتراف بالمؤسسات، الناس ما يأمنوش بالمؤسسات، ما عندهمش ثقافة المؤسسات، الأولى. اثنين، كيف الحكومة، الدستور ما لقاش احترامه، دونك هنا غلبوا السياسي على ما هو قانوني. كيف هذوما الناس ما يعرفوش دولة القانون.
بشكل مستعجل الملف الامني. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه من ناحيه سياسيه كذلك الاصراع باش الدستور ما يبقاش حبر على ورق يتحول لمنظومه تشريعيه ومؤسسات. الحاجه الثالثه اللي هي مستعجله برشا الواقع الاقتصادي والاجتماعي. ثم قانون التعماليه جاي. قانون تاع الماليه هذا يلزم يراعي الحاله تاع التوانسه اليوم، وثم اجراءات مستعجله باش التوانسه على الاقل يطمنوا ويرجع لهم الامل ويشوفوا نقطه الضوء في النفق. البطاله، غلاء الاسعار، التهميش، والقضيه نتاع الاوساخ والامور تاع البيئه، هذا ما مشاكل مستعجله جدا. العائله الديمقراطيه الاجتماعيه منيت بهزيمه كبيره في الانتخابات، لابد من استخلاص الدروس من الهزيمه هذه. اول الدروس هذه هو تشتت العائله هذه ونرجسيات زعمائها وهوسهم بالرئاسة يوصلنا الحالة هذه. لا بد من إعادة تشكيل الخارطة للعائلة الديمقراطية الاجتماعية اللي قام دور كبير في حرق السداد وكذلك في المطرح الانتقالية. لا بد من تخرج التوانسة وتقول لهم راهي فهمت الدرس، استخلصت عبر الدرس هذايا، تعيد تشكيل خطابها، تعيد معناها لم صفوفها وإنشاء حزب وسط اجتماعي قوي عنده آليات النجاح، عنده الكوادر، عنده الناس، عنده الإمكانيات. واليوم دورنا كنواب في المجلس هو معناها الدفعة نحو هذا المشروع.